أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأبرار الأخيار الأطهار ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لم تكن زيارة قبور الأئمة المعصومين عليهم السلام مجرد تسلية للنفس أو قضاء للوقت، ولا المقصود منها عبادة الموتى كما صورتها الوهابية الضالة، وإنما هي عملية تربوية ترضوية للروح والقلب، يتذكر بها الإنسان الناس الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم على جميع البشر، وهي رحلة ترويضية إيجابية للنفس لتحد من طموحها الدنيوي وطول أملها، وهي عملية وعظ للنفس أيضا وتطهير لها من الطمع والجشع وطول الأمل وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. إذن فلنسأل أنفسنا: ماذا نستفيد من زيارة الأولياء والصالحين من أهل البيت عليهم السلام، حيث كثير من الأحاديث الشريفة ونصوص الزيارات تذكر أو تذكر بعض فوائد الزيارة لمشاهد المعصومين عليهم السلام على النفس وعلى المجتمع. فلنذكر قسم منها: يكون تعظيم للشعائر الإلهية، ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب. إحياء لأمر أهل البيت عليهم السلام، كذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. التوسل بهم إلى الله لقضاء الحوائج، فهم الوسيلة وهم السبيل إلى الله ولغفران ذنوبنا، فقد قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا هم الوسيلة وهم سبل النجاة وهم سفن النجاة أيضا. كذلك من الفوائد التي ممكن نستفاد فيها في زيارة المعصومين عليهم السلام لكسب الأجر والثواب العظيم الذي ادخره الله تعالى لزائريهم، والآثار الأخروية المترتبة على زيارتهم. فقد سأل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما، قال: يا رسول الله، ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، إن الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم،
فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله. أولئك يا علي، من هم؟ من هم هؤلاء؟ أولئك المخلصون بشفاعتي، المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوضي، وهم زواري غدا في الجنة. يا علي، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب 70 حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه. فأبشر وبشر أولئك الذين أولئك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في فائدة زيارة المعصومين أيضا: ستدفن بضعة مني بخراسان ما زارها مكروب إلا ونفس الله كربته، ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه. وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا قال: ستدفن بضعة مني بخراسان ما زارها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار. وقد قال أبو جعفر الإمام الجواد عليه السلام: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أبو الحسن الإمام الرضا عليه السلام: من زارني من بعد داري أتيته يوم القيامة في 3 مواطن حتى أخلصه من أهوالها إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، وعند الميزان. هذه فوائد وكرامات الإمام إذا زرناه عن بعد، فكيف أن يكون عن قرب؟ يكون معه في الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. كذلك من فوائد زيارة مشاهد المعصومين تجديد الصلة بالإسلام من خلال الإقرار بعهود الإنسان للإمام أو روح الإمام الذي يعتقد بقدسيته. ورد في مقطع من زيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام: وأشهد الله تبارك وتعالى وكفى بالله شهيدا أني مؤمن بكم ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي ومثواي. فالزيارة هي تعهد بالالتزام أمام الله تعالى والإيمان والاتباع والسير على نهج الأئمة الظاهرين. كما أن الزيارة تؤكد للميثاق الإلهي والتعهد على التمسك والحفاظ على دينه والسير على نهجه وتجديد العهد بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فقد ورد في مقطع الزيارة: اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم إني أشهدك بالولاية لمن واليت وواليته ووالته رسلك، وأشهد بالبراءة ممن برئت منه وبرئت منه رسلك، اللهم إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، محب لمن أحبكم، مبغض لمن أبغضكم،
موال لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. إذن هنا دلالة على أن الزيارة عقد وميثاق مع الله تعالى بالولاية لأوليائه وبالبراءة من أعدائه، والولاية لأولياء الله تعالى والبراءة من أعداء الله عصب الحياة الرسالية وقطب رحل التوحيد. لذلك فإن وهنا أيضا تمثل الزيارة وفق التوجيهات الأئمة المعصومين عليهم السلام بالتحلي بأخلاقهم والحضور عند ضرائحهم، وما تلاوت نصوص الزيارة التي أنشأوها هم إلى محطات هداية روحية وسياسية واجتماعية إلا وتبث الوعي الفكري والبناء الروحي، وهذه المحطات مفتوحة الأبواب على طيلة أيام السنة تغذي الزائرين بالعزم والإرادة والبصيرة النيرة. كما أن من بركات وفوائد زيارة المعصومين عليهم السلام أنها تسلط الضوء على الجهود والأوامر الإلهية التي يقوم بها الإمام المعصوم على مختلف الأصعدة في سبيل إعلاء الحق واستمراره وبيان عظمة الرسالة التي ضحى من أجلها. ولهذا تكررت في الزيارات: أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده. ففي هذا النص سلط على شخصية الإمام الرسالية من خلال بيان جهود الإمام في تبليغ رسالة الله وحفظها من يد المحرفين وإقامة أحكام الله وتلاوة كتابه والصبر على الأذى في سبيله والجهاد في الله حق جهاده. والاستمرار على نهج الهدى الذي سلكه آباؤه الطاهرون والتضحية لله وإداء الأمانة واجتناب الخيانة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإخلاص في عبادة الله. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك. اللهم وصلي على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلي على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي
حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إخواني المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء، فالدنيا هي ممر تسوق، منه مختلف البضائع والأعمال، ونحمل أوزارها معنا إلى دار الآخرة. فيا إخواني، إن الزيارة تربط الإنسان بالإمام المزار الموصول بخط الأنبياء، فإذا هذا أيضا سبب آخر رئيسي في زيارة المعصومين، لأنهم هم يحملون خط الأنبياء، ونحن نزور الأولياء لأنهم سائرين على خط الأنبياء والمرسلين. كما نعرف بأن جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام يمثلون الاستمرار للرسالة الإلهية، وهي رسالة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وتشعر الزائر بأن المزار هو جزء من سلسلة رتل الأنبياء والمرسلين، فهي عملية تواصل شعوري ووجداني بمسيرة الأنبياء والمرسلين والأئمة الأطهار. وهذه الحقيقة نجدها بزيارة وارث الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا وارث علم الأنبياء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، إلى آخر الزيارة. إذن هنالك علامات ودلالات على عظمة واستشهاد الأئمة عليهم السلام وزياراتهم، فنذكر منها من هذه الزيارات المهمة زيارة الإمام الحسين عليه السلام التي تشمل جانبين، منها من هذه العلامات لزيارة الحسين، لماذا نزور الحسين ولماذا تكون زيارتنا مخصوصة للإمام الحسين أكثر من باقي الأئمة، مع العلم أنه كل الأئمة هم مهمين في الزيارة، ولكن زيارة الحسين تكون إلها خصوصية. لماذا؟ لأنه جده الرسول صلى الله عليه وسلم خصه في ذلك عندما كان هو طفل ويقبله من رحمه، والحسن يقبله من فاه، وكذلك أبيه، وكذلك أخوه الإمام الحسن عليه السلام عندما قال ليس يوم كيومك يا أبا عبد الله. لماذا هذا كل الاهتمام؟ لأن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، هذه واحد، ولأن الحسين عليه السلام سبط رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولأن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ولأن الحسين أيضا، وهذه مهمة كذلك، آخر خامس أهل الكساء عليهم السلام أجمعين. فهذه دلالات على أهمية زيارة إمام الحسين، ولكونه أيضا ابن الإمام أمير المؤمنين وسيد المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام، وابن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا زيارة الحسين هنا تشمل جانبين، الجانب الأول يمثل التأييد والطاعة الكاملة لما جاء به عليه السلام من أهداف ونهج من الثورة ضد الفساد والظلم، فالزيارة تأتي أيضا لمجرد النظر لضريح المولى عز وجل عبد الله عليه السلام، لمجرد النظر إلى ضريح الإمام تتجسد أمامك كل أحداث يمكن وفاجعة كربلاء، وكل أحداث مظلومية الحسين عليه السلام، فتتجسد في شعورك وفي داخلك، وحبك يزداد، والجو الروحاني يزداد أيضا لتجسدك لهذه الفاجعة ولهذه
المواقف المباركة. كما أن الزيارة تشمل الجانب الآخر إدانة صريحة لكل الطغاة والمنحرفين عن خط الإسلام في كل زمان ومكان، وهذا المعنى واضح والذي يبرز في الزيارة عنصر التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. ومن خلال هذه النصوص الواضحة الصريحة يتضح لنا أن زيارة المعصومين تحريك ثوري وروحي للمشاعر، وبناء فكري، وترابط اجتماعي، وتصعيد ثوري لتحدي الطاغوت، وتحشيد لكل قوى الإيمان لتقف سداً معنياً في وجه امتداد قوى الكفر والشرك والنفاق. وكذلك أيضاً نذكر في زيارة الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الناحية، ماذا تقول في زيارة الناحية؟ السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. فخص الإمام الحسين بثلاث خصال: أنه جعل الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، والسلام على من الأئمة من ذريته. فإذا هو تعريف بهوية الحسين عليه السلام وبمكانته وشأنه عند الله سبحانه وتعالى. كما أن المعصومين عليهم السلام يتم الحث المتواصل من قبلهم لزيارة قبورهم، وبالخصوص زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن اعتباطاً ولم يكن لزيارة الحسين إلا لتأثير بالغ في نفسيات محبيه وشيعته. ولهذا نجد تأثير بالغ وتغيير للواقع النفسي والاجتماعي لما كان لكل هذا التأثير، فكان الموقف المتشدد من قبل حكومات الطاغوت المقبور على امتداد الزمن على زوار الحسين من قتل وسجن وتشريد وقطع الأيدي وفرض الضرائب على من يزور الحسين عليه السلام. وقد قال زائر الحسين عليه السلام: لو قطعوا الأرجل واليدين جئناك زحفا يا حسين. هذا تنكيل بقرار الطاغية المقبور لمنع زوار الحسين من الوصول إلى إمامهم ومولاهم. كذلك تعرضت الأضرحة في كربلاء إلى هدم، وأجروا عليه الماء، بل حرثوا أرضه وزرعوها كما عمل هارون العباسي لعنة الله عليه، فقد أمر بهدم القبر المطهر وكرب موضعه وقص شجرة السدر التي كانت بجوار القبر من جذورها، ومنع من إقامة المآتم والمناجات سواء على القبر أو في بيوت الشيعة. وفي سنة 236 هجري أمر المتوكل العباسي لعنه الله بهدم قبر الحسين بن علي عليه السلام وهدم ما حوله من المنازل والدور. وفي سنة 1216 هجري تعرض قبر الحسين عليه السلام إلى هجمات الوهابيين وحاولوا هدمه، فتعرضت كربلاء والحرم الحسيني لهجمة بربرية قامت بها الجماعة الوهابية بقيادة سعود بن العزيز لعنه الله، الذي استغل ذهاب معظم أهالي كربلاء إلى النجف الأشرف لزيارة ضريح أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير. وأما في يومنا هذا فقد هدف الهجوم الظالمين آخرها بالمدافع الثقيلة من قبل الأوباش البعثيين الصداميين سنة 1991 ميلادي، ولا تزال آثار الرصاص موجودة لحد يومنا هذا في أحد جدران الضريح القريب من وكتوب، مكتوب قطعة آثار الرصاص للثورة الصداميين. كل هذا يحصل والإمام الحسين عليه السلام يبقى رمزاً عالياً للتضحية والفداء
ولنصرة الشريعة السماوية، وشامخا إلى عنان السماء بالعزة والثبات. فإن الزائر للحسين عليه السلام عن إيمان ووعي لمجرد أن يدخل ضريحه المطهر الشريف فإنه يستلهم منه التحرير أو التحرر الثوري والحماس الرسالي، وتتعبأ نفسه بالرفض لكل الطواغيت، لأن الحسين عليه السلام ثورة في قبره يبعث في النفوس العزة والإباءة والثورة والرفض لكل أشكال الطاغوت. اللهم اجعلنا من زوار أمة أهل البيت عليهم السلام جميعا، لكي نحظى بأجر الزيارة وغفران الذنوب، ولنجدد العهد لأئمتنا على ولايتهم، ونعترف بمظلوميتهم، فالتقرب إليهم نكسب رضا الله ورسوله ودخول الجنة بشفاعتهم، كما أنهم سبل النجاة عند الصراط. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تقضي حوائجنا وتشافي مرضانا وترحم موتانا بحق محمد وآله الطاهرين وبشفاعتهم وبمكانتهم عندك، وأن تعجل لمولانا الفرج ليأخذ بثأر جده المظلوم سيد الشهداء بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.